اهلا مشاهدينا مشاهدين قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشره من مدينه خريبكة. وغادي نتجهوا مباشره لقريه بونوار المنجميه. خليكم معنا وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره، وتشوفوا الطريق اللي كتدي من القريه بونوار. بعد قليل مشاهدينا غادي نوصلوا تماك، وغادي نقرب لكم من الاجواء وتعيشوا معنا اللحظات المباشرة مباشرة من قرية بولنوار المنجمية. هذه القرية اللي كتعتبر من أقدم القرى اللي كاينين هنا في مدينة خريبكة. احنا الآن في اتجاه ديال قرية بولنوار المنجمية. بقاو معنا مشاهدينا، وحنا الآن في الجولة الخفيفة نقربوكم وتعيشوا معنا من قلب الحدث. دائما كنرحبوا بكم، كنرحبوا بالضيوف ديالنا والناس اللي غادي يحضروا معنا الان في اتجاه قريه بولنوار اللي كتبعد على مدينة خريبكة تقريبا بواحد 7 كيلومتر. الآن متجهين صوب قرية بولنوار. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو باش نديرو بكم الجولة الجميلة في هذا النهار زوين صراحة. بارطاجيو باش تقربوا معنا وتعيشوا معنا كل لحظة من لحظات ديال هذه الجولة في اتجاه قرية بولنوار. اللي بغى يسول ولا يعيش معنا هاد الاجواء هادي، احنا الان مباشرة معكم مشاهدين الاوفياء. كما كتشوفوا مشاهدينا حانوت لبيع مواد تنظيف متنقي بطبيعة الحال. لنا دائما معكم مشاهدين الاوفياء مشاهدين قناه شوف تي في مباشره من مدينه خريبكة في اتجاه قريه بولنوار. شوفوا معنا الاجواء وتعيشوا معنا حتى الطبيعه اللي كاينه في الطريق هذه. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو بارطاجيو هذا اللايف هذا في الطريق الى قرية بولنوار المنجمية، احد اقدم القرى اللي كاينين في مدينة خريبكة اللي كانت من عهد الاستعمار، وكانت هي كما كيقولوا لها لي بول نوار، زعما كاين الكرات السوداء. ومن بعد من بعد الاستقلال فبقى الاسم هذا ديال بول نوار
بلجيكم بقى هذا الاسم ديال بولانوار راسخ في هذه المدينه هذه. القريه فهي تعتبر داخله في المدار القروي ديال مدينه كوريكا. بارطاجيو مشاهدينا مشاهدي القناه شوف تي في، بارطاجيو باش تعيشوا معنا هذه اللحظات المباشره مباشره. من مدينه خريبكا. الآن في اتجاه قرية بولنوار. غادي تعيشوا معنا أجواء مباشرة. اخي الكريم علي مرحبا بك خويا. الجو ماشي بارد، الجو دابا شويه دافي، كاينه واحد السخونيه اللي ما نقدرش نقول ان كاين جو بارد، دابا كاين واحد شويه السخونيه الحمد لله. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو هذا اللايف هذا باش ندخلوكم لقرية بولانوار وتشوفوا الأجواء. هنا مناجم الفوسفات اللي كاينة في الطريق، وبعد قليل غادي نكونوا مباشرة في قرية بولانوار. بارطاجيو الناس ديال بولانوار والناس ديال خريبكا، بارطاجيو باش يعيشوا معنا هذا اللايف هذا مباشرة. شو معنا كل كبيرة وصغيرة الآن. بالنسبة للأجواء فهي أجواء دافئة عكس أوقات ديال الصباح وديال العشية ديال الليل، تكون الأجواء باردة. دائما كنتواصل معكم مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في مباشرة. في اتجاه قرية بولانوار في الصورة. المباشرة من قلب العادات. من قلب القرية المنجمية. قرية بولانوار.
تحية لجميع الإخوة والأخوات اللي كيتواصلوا معنا الآن. احنا الآن وصلنا للقرية ديال بولانوار، وعليكم السلام خويا هشام، مرحبا بك. بجميع الإخوة والأخوات اللي التحقوا بنا الآن باش نقربوكم من الصورة وتعيشوا معنا الأجواء المباشرة من قرية بولانوار. احنا الآن كنتواجدوا من قلب القرية المنجمية، تسمات بهذا الاسم ديال القريه المنجميه لان كانت معروفه بالناس اللي كانوا كيشتغلوا في مناجم ديال الفوسفات في القديم. احنا مباشره معكم هذه القرية صراحة الهادئة والجميلة اللي كتبعد على مدينة خريبكة تقريبا. كتبعد على مدينة خريبكة تقريبا بواحد 7 حتى 8 كيلومتر. احنا الان في قريه بولانوار، واللي بغى يعرف مثلا مشاهدينا واللي بغى يشوف الحي ديالو مثلا فيتواصل معنا ونحاول نقربوكم سيرتو الناس. كنعرفوا ان قريه بولانوار هي معروفه بالناس اللي كيعيشوا خارج ارض الوطن. احنا في الجولة خفيفة معكم مشاهدينا، كنرحبوا بكم وكنرحبوا بجميع الناس اللي كيشاهدوا هذا اللايف مباشرة من قرية بولانوار المنجمية. هذه القرية الجميلة صراحة اللي معروفة بالناس ديالها الكرة مال. الجو الصباح كان شويه الجو بارد، ولكن في العشيه شويه ولا في هذا الوقت هذا شويه الجو بدا كيزيد. شويه الان الجو دافي الحمد لله. احنا الان من قلب عاصمة مدينة خريبكة قرية بولانوار، كنقربوكم من الصورة ولا الأجواء محيطة بقرية بولانوار. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو هاد البث المباشر من قلب هاد القرية الجميلة كما قلت لكم، رغم أنها كتعيش شوية التهميش وكتعيش شوية سيرتو الساكنة ديالها كيعيشو واحد الظروف اجتماعية صعبة، إلا أن المدينة كتبقى مدينة هادئة وجميلة. احنا الآن من القرب ديال المارشي ديال القرية. أكيد الناس الساكنة ديال مدينة بولانوار أكيد يشاهدون الآن، اللي بغانا أننا نتوجهوا لشي مكان يقول لنا مثلا فين
الحد وما الاجواء المباشره اللي كاينه الان في قريه بولا نوار. عامر الحمد لله. الله يبارك في السوق اللي كنت عامر عندنا الاثنين اليوم. جينا مع السوق اليوم ديال دخلوا على العجلين ديال بولا نوار. تمشوا كنا بغينا نديروا الدوره من هنا ولكن كان كيبان لنا الطريق شويه عامره نحاول اننا نهبطوا من هنا من حدا الحمام. الحمام هذا معروف في الساكن ديال بونوار الحمام ديال لوسيبي هذا كان كيدخلوا ليه بلاكارش لا مابقاش دابا لاكارش. الناس اللي كانوا كيشتغلوا في الفوسفات فكانت عندهم واحد البطاقة كانوا كيدخلوا بها لهذا الحمام بالمجان. هذا هو الحمام باقي خدام بارطاجيو مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في بالاخص الناس ديال بنوار اللي كيعيشوا خارج ارض الوطن اللي اكيد غيكونوا توحشوا للقريه ديالهم وتوحشوا الاجواء اللي كتعيش القريه ديالهم. فحنا كنحاولوا اننا نقربوكم من قلب الحدث تشوفوا الاجواء اللي كتعيشها هذه القريه المنجميه الرائعه والهادئه صراحه. الفريق اولمبيك خليل دو اوسيكا اكيد كمشو الترا درب الفلوجة ده درب الفلوجة الان في اتجاه الدوار الساكنة ديال الدوار اللي مازال كتعاني في صمت بسبب البريرك اللي كاينين. ما عندهمش الواد الحار ما عندهمش الماء ما عندهمش الضوء. الدوار كما كتشوفوا هو داك اللي امامكم خاص شي تحرك الناس المسؤولين باش يفكوا العزلة لهاد الساكنة هادو ديال هاد الدوار هادا. كيفما كتشوفو هدا من قلب القرية المنجمية قرية بولا نوار. كل من التحق بنا الآن كنقول لكم أهلا وسهلا بكم. كما كتشوفوا الغنم هنا كيطرعى تبارك الله اللهم بارك. دائما معكم مباشرة من هذه القرية الجميلة
دائما كنتواصل معكم، واللي بغى مثلا المشاهدين اننا نديو لشي حي مثلا سيتو الناس الساكنه ديال قريه بنوار ولا حتى ولاد بنوار وبنات بنوار اللي كيعيشوا خارج ارض الوطن وحتى داخل ارض الوطن اللي كيعيشوا في باقي المدن المغربيه. فكنقول لكم مرحبا بكم معنا في الجوله المباشره من هاد القريه الجميله، هاد القريه الهادئه كما كتشوفوا الجماليه ديال الطبيعه بعد تساقطات المطريه الاخيره. الجو فهو دافي شويه، ما كاينش هذاك البرد. هذه هنا المقبره، الروضه ديال قريه بورنوار، مقبره المحسنين، سميتها مقبره المحسنين. ويمكن تصادفنا الان مع جنازة، فكن نترحموا على هاد الأموات ديالنا ونقول لهم أنتم السابقون ونحن اللاحقون. نقول لهم السلام عليكم عيول، السلام عليكم يا أهل المدينة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. كتشوفوا هادي هي روضة المحسنين، المقبرة ديال المحسنين اللي كاينة في قرية بولانوار. دائما نجدد الترحاب الاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا مشاهدينا ومشاهدي قناه شوف تي في. كنرحبوا بكم وكنقول لكم مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب عاصمه مدينه خريبة قريه بولانوار. كما كتشوفوا هذه هي المقبره، وهذه هي الاجواء المباشرة. هذه القرية الجميلة نوصلوا عليكم بالصوت والصورة مشاهدينا. كتاخذ اللون ديال الطبيعي اللي هو الخضره، الحمد لله هذا من فضل الله تعالى.
مازالين طامين ان شاء الله بحول الله حتى سقوطات مطرية اخرى. كنشوفوا الحافلة ديال النقل الارزة اللي دخلت مؤخرا هنا لقرية بونوار باش تفك شوية العزلة على سكان هاد القرية هادي اللي كيبغيو مثلا انهم توجهوا لمدينة خريبكة ولا المدن المجاورة. حنا كنحاولوا بدورنا اننا كل نهار نحاولوا نقربوكم تعيشوا معنا هاد اللحظات الجميلة والمباشرة من كل مكان في مدينة خريبكة. القرية هذه فهي خرجات رياضيين وأدباء وأطباء، فكما كيقولوا أن هذه القرية ولادة ومازال تبارك الله كتخرج ناس شرفاء وناس عندهم واحد باع كبير في عدة مجالات ثقافية رياضية اجتماعية. فماشي غير قرية بولانوار، فتقريبا اقليم ديال مدينة خريبكة اللي معروف انه بزاف ديال الناس او الادباء وشعراء فنانين اطباء رياضيين حتى هما. إذن إلى هنا مشاهدينا مشاهدين قناة شوف تي في، ومن قلب قرية بولانوار المنجمية كنبغي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم مراسلكم مراسل قناة شوف تي في في مدينة خريبكة مروان الجوي. السلام عليكم.